سلام سلام سلام. شكرا، بارككم الله جميعا، بارك الله العراق، الله معكم. بهذه الكلمات أنهى بابا الفاتيكان قداسة البابا فرانسيس كلمته في ملعب فرانسوا حريري في أربيل التي زارها بعد 4 محافظات عراقية، حيث أدى قداسا بحضور أكثر من 10,000 مسيحي ومسلم، وقال أمامهم: لحظة العودة إلى روما اقتربت، لكن العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي. أطلب منكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أن تعملوا معا متحدين من أجل مستقبل سلام وازدهار لا يهمل أحدا ولا يميز أحدا. أؤكد لكم صلاتي من أجل هذا البلد الحبيب، وأصلي بصورة خاصة لكي يتعاون كل أعضاء الجماعات الدينية المختلفة مع جميع الرجال والنساء وذوي الإرادة الصالحة من أجل ترسيخ روابط الأخوة والتضامن في خدمة الخير العام والسلام. من أربيل زار البابا فرانسيس الموصل وصلى في حوش البيعة الذي استهدفته قوى الظلام الداعشي، فقال ردا على أحد شهود العيان الذي استمع لهم: أنا أرحب بحرارة بدعوتكم لجماعة المسيحية لأن تعود إلى الموصل وتقوم بدورها الحيوي في عملية الشفاء والتجديد. وأضاف: إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد مهد الحضارات قد تعرضت لمثل هذه العاصفة اللا إنسانية التي دمرت دور العبادة القديمة وألوف الألوف من الناس مسلمين ومسيحيين ويزيديين وغيرهم، مؤكدا في صلاته أن في هذه المدينة رمزان يشهدان على شوق الإنسانية الأبدي للاقتراب من الله: جامع النوري بمنارته الحدباء وكنيسة الساعة. زار البابا فرانسيس في الموصل أيضا منطقة قرقوش، وقال للمصلين: هذا الوقت ليس فقط لترميم المباني، ولكن أولا وقبل كل شيء لترميم الروابط التي توجد ما بين الجماعات والعائلات، الشباب والكبار في السن. أضاف البابا فرانسيس في عظته: أشجعكم كي لا تنسوا من أنتم ومن أين أتيتم، حافظوا على الروابط التي تجمعكم معا، حافظوا على جذوركم. في أور، هذا المكان المبارك هو مكان الأصول والينابيع، هنا بدأ عمل الله، وهذه كلها كلمات البابا، وولدت ديانتنا، وهنا حيث عاش أبونا إبراهيم. يبدو وكأننا نعود إلى بيتنا، هنا سمع إبراهيم دعوة الله، ومن هنا انطلق في رحلة غيرت التاريخ. هذه كلمات الحبر الأعظم في مدينة أور التاريخية، والتي جمع فيها مختلف المكونات الدينية في العراق، وأقام صلاة أبناء إبراهيم، مضيفا: أفكر في الشباب المسلمين المتطوعين في الموصل الذين ساعدوا في إعادة ترميم الكنائس والأديرة وبنوا صداقات أخوية على أنقاض الكراهية، وأفكر في المسيحيين والمسلمين الذين يرممون اليوم معا المساجد والكنائس. وإلى النجف، حيث زارها بابا الفاتيكان في ثاني أيام زيارته إلى العراق، حيث ذكر بيان الفاتيكان بأن البابا قداسة البابا التقى في النجف الأشرف صباح اليوم آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، وشدد قداسة البابا خلال هذه الزيارة الودية التي دامت حوالي 45 دقيقة على أهمية التعاون والصداقة بين الجماعات الدينية حتى تتمكن من المساهمة في خير العراق والمنطقة والبشرية جمعاء من خلال تعزيز الاحترام المتبادل والحوار. وجاء في نص البيان أيضا: قد شكل هذا اللقاء فرصة لقداسة البابا حتى يشكر آية الله العظمى السيد السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية إزاء العنف والصعوبات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة دفاعا عن الضعفاء والمضطهدين، مؤكدا قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي. أما في بغداد صبيحة يوم الجمعة، حيث وصل قداسة الحبر الأعظم إلى العراق، كانت العاصمة أولى محطاته، والتقى فيها بجمع من السياسيين، ثم زار كنيسة سيدة النجاة وأقام قداسا في كنيسة مار يوسف جاء فيه. وهنا
من بين الكثيرين الذين عانوا وتألموا لا يسعني إلا أن أذكر اليزيديين الضحايا الأبرياء للهمجية المتهورة وعديمة الإنسانية، فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني، وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر. لذلك إذا استطعنا نحن الآن أن ننظر بعضنا إلى بعض مع اختلافاتنا وكأعضاء في العائلة البشرية الواحدة، يمكننا أن نبدأ عملية إعادة بناء فعالة. وإلى القصر الجمهوري في بغداد أيضا، حيث خاطب البابا فرانسيس جمعا من السياسيين العراقيين من مختلف المكونات. بصفتكم مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين، أنتم مدعوون إلى تعزيز روح التضامن الأخوي. هذا من الضروري التصدي لآفة الفساد، هكذا قال البابا، وسوء استعمال السلطة وكل ما هو غير شرعي. ولكن هذا لا يكفي، ينبغي في الوقت نفسه تحقيق العدالة وتنمية النزاهة والشفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك. بهذه الطريقة يمكن أن يزداد الاستقرار وأن تتطور سياسة سليمة قادرة على أن تقدم للجميع وبخاصة الشباب، وهم كثر في هذه البلاد، الأمل في مستقبل أفضل.